تقدمت 120 شركة مصرية للمشاركة في برنامج دعم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وقالت رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا أسماء حسني إنها تستهدف زيادة عدد الشركات المستفيدة من البرنامج ليصل إلى 1000 شركة مصدرة. وتم تخصيص 40 مليون جنيه للدورة الحالية لتحفيز الشركات المحلية على زيادة صادراتها من منتجات تكنولوجيا المعلومات المختلفة. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف دكتورة أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا. أهلا بك دكتورة أسماء إلى هذه النشرة. وبداية، حينما نتحدث عن تصدير منتجات تكنولوجيا المعلومات، يعني نريد أن نفهم ما هي تحديدا هذه المنتجات؟ أهلا وسهلا. هو حضرتك صناعة تكنولوجيا المعلومات دي صناعة واعدة جدا، وهي صناعة العقول البشرية والابتكار، والأساس فيها بيبقى إن إحنا بنعلم الشركات وبنساعدهم ونفتح لهم أسواق خارجية عشان يقدروا إن هم يطلعوا منتج مصري من البرامج والبرمجيات يقدروا إن هم يصدروها. وحاليا كمان الهيئة دخلت في تصنيع الإلكترونيك، فان شاء الله هنبدأ النص الثاني من السنه دي الالكترونكس، يعني اول مصنع الالكترونكس، اول مصنع لتصنيع اول موبايل مصري هيبدأ انتاجه في النص الثاني السنه دي، فهيدخل برضه في برنامج دعم الصادرات ان شاء الله السنه الجايه. نعم. احنا بالنسبه لنا العدد اللي هو 120 شركه نتمنى ان هم يوصلوا ل 1000 بمعنى ان احنا بنحفزهم يعرفوا كل البرامج الاخرى في الهيئه عشان يستفيدوا بيها ويوسعوا دايره تصديرهم، لان التصدير ده هو بيحقق لمصر عائد اقتصادي. يعني اول حاجه بنعمل حاجتين، ان احنا بنشوف السوق المحلي محتاج ايه عشان نقدر نخلي الشركات المحليه تقدم خدماتها للسوق المحلي، يبقى بنقلل وجود الشركات الاجنبيه فبنقلل خروج العمله بره مصر، بنصدر منتجاتنا بره مصر فبنفتح اسواق جديده، وهنا بندخل عمله صعبه لبلدنا. اي شركه من الشركات اللي دخلوا معانا في البرنامج ده بيبقى فيه مراجع بيشوف بالظبط هم صدروا بكام، دخلوا عمله صعبه كام، شغلوا الشباب قد ايه، بيقدروا ان هم يستفيدوا من البرنامج بتاعنا. طيب، بما اننا يعني نتحدث اقتصاديا وهذه الدوره السابعه كما اعلم، يعني في 6 دورات عقدت قبل ذلك، ماذا وجدتم؟ يعني ماذا وجدتم عن هذه الصناعه، عن مشاكل هذه الصناعه، عن ما توفره هذه الصناعه، ما الذي سيصدر من مصر، يعني اكثر المنتجات ميزه لمصر؟ احنا عندنا اكثر من حاجه، هي ان مش مساله مشاكل، هي مساله ان الصناعه دي ليها مقومات، ومقوماتها هو الارتقاء بمهارات وتعليم العنصر البشري عشان يبقى على المستوى العالمي، عشان نقدر ننافس بلاد تبعتنا زي الهند او زي ايرلند. واحنا النهارده في طريقنا، يمكن السنه دي مصر خدت جايزه نمره 1 في العالم على مستوى التعهيد. التعهيد هو صناعه ان الاخرين يعهدوا الينا بتصنيع البرامج ليهم او الكول سنتر او صناعات اخرى. فاحنا مؤهلين وعندنا المؤهلات، هي الفكره ان احنا نرفع الاعداد بتاعتنا، نرفع كفاءه شبابنا، نساعد الشركات انها تشتغل على مستوى عالمي، وفعلا بيطلعوا معارض دوليه بيعرضوا منتجاتهم تحت رعايتنا. السنه دي كنا موجودين في معرض جايتكس في دبي، في شركه مصريه دخلت شركه سعوديه استحوذت عليها وحطت ضغط فيها 50 مليون ريال حجم اعمال، وفتحت لها فرع كبير قوي في مصر وكبرت. فاحنا الشركات دي على مدى ال6 دورات اللي فاتوا بنحاول ان احنا نساعدهم ونجيب لهم مستثمرين لو عايزين يكبروا حجم اعمالهم، واحنا بنساعدهم كهيئه. عندنا برامج كثيره قوي، وده كان الهدف السنه دي، ان احنا بنقول لهم ما تستفيدوش بس من برنامج واحد وهو دعم الصادرات، احنا عايزينكم تشوفوا كل برامج الهيئه يكون لكم فايده فيها توسع حجم اعمالكم، لان توسيع حجم الاعمال معناه ضخ عمله صعبه داخل مصر، فتح خلق فرص عمل لشباب. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتورة أسماء حسني، رئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا. شكرا لك يا فندم.